السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم في فيديو جديد على قناه هوايه طيور الزين. لو لسه اول مره بتتابعنا انزل اعمل لايك وشير للفيديو واعمل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. هنتكلم في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله عن اللي حصل في سوق الجمعه 19/1/2024. وطبعا اللي حصل ده احنا كنا متوقعينه وقلنا لكم عليه، الدنيا على طول ما بتمشيش وردي وفي نفس الوقت ما بتقعش مره واحده. النهارده الدنيا كانت ماشيه واللم كان على الهادي، يعني اللم بالتقليد بس كان في لم. اول السوق طبعا التجار كانوا ماشيين بدماغ حاول تنزل السعر شوية لأن الناس كلها عارفة إن في لم وهينزلوا بطيور كتير، بس اللي حصل إن ما كانش في طيور كتير في السوق فاضطروا بعد كده إن هم يعلوا سعره. طبعا في ناس بعت عند أول واحد أو تاني واحد أو تالت واحد قبله، كل اللي اتأخر كل ما كسب وكل ما كان سعره أعلى. يعني مثلا هنتكلم في الفرق اللي كان بين أول تاجر في أول السوق وتاجر في آخر السوق، كان الفرق تقريبا بتراوح من 50 ل100 جنيه في جوز الكوكتيل، وكان في الأسترالي من 10 ل15 جنيه. لكن بقى اللي كان ماسك سعر طول السوق وبصراحه يعني كان عليه سحب جامد وكان مطلوب جدا اللي هو الروز الاوبلاين اورنج. في ناس كانت بادئه الاوبلاين اورنج من اول 1900 جنيه ووصلت لحد 2000 و2100، وفي ناس ستت من التجار على اللم ب 1900 جنيه، في ناس خدت ب 2000 جنيه. المهم ان السعر ما كانش متراوح بعيد قوي بين اول واخر واحد، والناس كانت فاهمه وكانت نازله عارفه هي بتعمل ايه. يعني مثلا كان اي حد بيخش على اي تاجر يقول له مثلا السعر قد كده ما يعجبوش يقوم قايل له خلاص ماشي، بيبيع لنفس التاجر بعدها بنص ساعة أو بعدها بساعة زيادة 50 جنيه في الجوز، أو وصلت ساعات لحد 100 جنيه في الجوز. كل ما هتصبر كل ما هتاخد سعر أعلى. اللي أنا عايز أوضحه لك إن الدنيا ما وقعتش، والناس اللي هي لسه أول مرة تشوف فيديوهات تقرير السوق لازم تعرف إن الدنيا طالعة نازلة. النهاردة ما نزلتش بس برضه ما طلعتش، كان في ناس عندها أمل إن الدنيا تطلع لفوق خالص، لكن الدنيا زي ما هي. الدنيا تعتبر في انواع زادت جامد او كان عليها السعر والطلب عالي جدا زي الروز الاوبلاين اورنج اللي وصل متوسطه 2000 جنيه الجوز من التجار، ما بالك اللي هو هياخدوه بكام. وده اللي بيحفزنا ويخلينا نقول لك مره واثنين وثلاثه اشتغل في الانواع اللي مش متداوله كتير، الانواع اللي مش سهل تفرخها، هي دي اللي هتكسبك لو انت عايز تكسب من الطيور. نروح بقى دلوقتي للتقرير ونعرف اسعار العصافير واللي حصل، وبعد كده نرجع نكمل التقرير مع بعض تاني. كوكتيل لاتيني 750 صغير 1100 ل 1200 كبير، حبشي 350 صغير 500 كبير، ايزابيل 450 صغير 600 كبير، مصبع 500 صغير 700 كبير، بصمه 650 صغير 850 كبير، وايت فيس 700 صغير 950 كبير، ايزابيل فرنساوي 800 صغير 1100 كبير، البينو 1300 صغير 1800 كبير، مصبع 1000 صغير 1500 كبير، بصمه 1350 صغير 1850 كبير، استرالي عين سودا 120 صغير 140 ل155 كبير، عين حمراء 130 صغير 165 كبير، فالو 140 صغير 180 كبير، تركيبات ريمبو 145 صغير 200 كبير، ريمبو 350 صغير 500 كبير، انصاص 500 صغير 800 كبير، انجليزي 2000 صغير 3000 جنيه كبير، وده كان مستوى عالي، فلل 250 صغير 350 كبير، شوشة وكورك 145 صغير 200 كبير، فلل لاتيني 350 صغير 500 كبير، فلل لاسوينج 400 صغير 550 كبير، ريمبو 500 صغير 600 كبير، شكر برصاص 400 صغير 600 كبير، بلاك وينج اخضر 400 صغير 550 كبير، بلاك وينج ازرق 500 صغير 700 كبير، روز عين سودا 350 صغير 550 كبير، روز لاتيني 400 صغير 650 كبير، روز البينو 700 صغير 1100 كبير، وبلاين اورنج 1500 صغير 2000 كبير، فيشر عين سودا 350 صغير 500 كبير، فيشر لاتيني 1300 صغير 1800 كبير، فيشر البينو 450 صغير 700 كبير، زبرا 120 صغير 140 كبير، زبرا اورنج 350 صغير 500 كبير، فراوله 150 صغير 200 كبير، مدبوح 250 صغير 350 كبير، كناري 350 صغير 600 كبير، حسون 400 صغير 700 كبير، جولدن فينش 1200 صغير 1800 كبير، جوا حبشي 250 صغير 350 كبير، جوا ابيض 350 صغير 500 كبير، جوا فون 1350 صغير 1700 كبير، يمام ماسي 300 صغير 500 كبير، طائر المينا 150 صغير 250 كبير، درة هندي 3500 صغير 5000 جنيه كبير وده للجوز، درة أمريكي 12000 صغير 15000 جنيه كبير للجوز، زنجبارة 10000 صيد و14000 مزارع ده للفرد الكبير، سنغالي 1400 للفرد الكبير، ريدرامب 1700 للجوز الكبير، باينابل ريد 1500 للفرد الكبير، باينابل هاي ريد 2000 للفرد الكبير، كويكر أخضر 2000 للفرد الكبير،
كوكر ازرق 2500 للفرد الكبير. وبعد ما سمعنا الاسعار نقدر نقول لكم دلوقتي ان انت عايز تكسب من طيورك لازم تحاول تاكل كويس، تغذي كويس، تتعامل مع السوق وفقا لمتطلباته. لازم تعرف ايه العصفور اللي بيطلب وايه العصفور اللي بيكسب. الفيديو اللي هيطلع لك فوق ده هيعرفك دلوقتي ايه العصفور اللي بيطلب باستمرار في السوق وايه العصفور اللي بيكسب. مش معنى ان انا بقول لك ايه العصفور اللي بيكسب ان في عصافير بتخسر، لا. زي ما احنا قلنا قبل كده مره واثنين وثلاثه، لازم انت تبقى عارف المكان اللي انت بتربي فيه، لازم تبقى عارف وقتك قد ايه، لازم تبقى فاهم الدنيا ماشيه معاك انت كشخص ازاي عشان تعرف تتعامل. اللي انا اعرف اربيه انت ما تعرفش تربيه، او على الاقل مش هتطلع نفس انتاج. حتى لو مشيت على كل الوصفات لازم تفهم ان انت المكان اللي عندك غير المكان اللي عندي، الفيتامينات اللي انت بتستخدمها، الاكل. العصافير مش تحط اكل وخلاص وميه طلع لك انتاج، او مش زي ما ناس كتير بتطلع تقول لك انا امشي ورايا وانا اخليك توصل باعلى حاجه ومش عارف ايه وسعرك، ومن غير ما يقول لك الدنيا ماشيه ازاي. برضه احنا عملنا فيديو بيوضح لك ازاي ان انت تكون صاحب قرار وانت اللي تتحكم وانت اللي تقول تربي ايه وفين وازاي، وهيطلع لك فوق دلوقتي. المهم لما تتفرج على الفيديو ده انك تفهم انك ما بتتفرج على يوتيوب او بتتفرج على اي حد صاحب قناه، انت بتاخد خبره تطبقها بناء على امكانياتك. انت معاك فلوس قد ايه، هتجيب انواع قد ايه. ما تروحش بقى تقول ده انا هستلف، ده انا هعمل، ده انا هسوي عشان خاطر فلان ده قال لي ان انا العصافير ده هتطلع معايا ملايين. لا، كله كسبان زي ما انت شفت في التقرير. لازم تبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي واحده واحده. انت مش هتاخد العصافير تحط الجوز تحط لهم الاكل والميه طلعوا لك بعد شهر انتاج بعته بعد شهرين بقيت مليونير، لا طبعا. واحده واحده ولازم تتدرب. الناس اللي انت شفتها النهارده في السوق واللي سمعت اسعارهم، الناس دي جه عليها وقت كانت بتبيع كوكتيل اللاتيني اللي بيتباع النهارده ب 1200 جنيه كانت بتاخد الكوكتيل اللاتيني منهم ب 400 جنيه. لك ان تتخيل. وكانت اسعار الاكل كانت عاليه جدا زي دلوقتي برضه. فانت كده كده محتاج انك تفهم الدنيا ماشيه ازاي حواليك، محتاج ان انت اللي تاخد قرارك محدش ياخده لك، محتاج انك تكون عارف انت هتربي ايه فين ازاي هتكسب بعد كام سنه. وخلي بالك من موضوع بعد كام سنه ده، لان في ناس كتير بيتكلمنا وبتتواصل معانا مفكر ان هو جاب اكل وميه حطهم لعصفور طلع له زغاليل بكره بقى مليونير. الموضوع ده غلط. انت بتمشي واحده 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 لحد ما توصل لانتاج وخبره توصلك لانك تكسب زي الاسعار اللي انت سمعتها في السوق دي. دي حاجه. الحاجه التانيه، لازم وانت بتبيع في السوق تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي قدامك، عارف انت بتتعامل مع التاجر او بتتعامل مع السمسار. وبرضه احنا وضحنا ده قبل كده، في ناس في السوق يا جماعه بتاكل عيش. فانت لو سمعت في تقرير توقعات ان الكوكتيل اللاتيني ب 1200 هتسمع من الراجل ده في السوق 800 جنيه، لانه هياخد منك ب 800 جنيه عشان يصبر على السوق، يا اما يبيعه الهاوي زيه وزيك ب 1300 جنيه، يا اما هيرميه في التسليم وفي اللم ب 1200 جنيه ويبقى كسبان. لازم لو هتربي عصافير تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، لازم تبقى مخربش بالبلدي كده، عارف الدنيا ماشيه ازاي في طريقه تربيتك وعارف كمان في طريقه التسويق. وطبعا طلع لك فوق دلوقتي فيديو عن التسويق. انا بس حاطط لكم الملخصات دي في اخر الفيديو لان في ناس كتير سالتني عليه. في ناس بتكلمنا ازاي تبيع، ازاي اشتري، ازاي اجيب، ازاي اودي. كل الفيديوهات دي انا مجمعها لك هنا زي ما انا بقول لك، هو واحد واثنين وثلاثه، وهتلاقي كل الفيديوهات اللي انت محتاجها على القناه بتاعتنا موجوده وفي وصف الفيديو ده تحت. لو عجبك بقى الفيديو دوس لايك للفيديو واعمل شير واعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.